ثانيا أيضا للقرطبي، ثانيا في تفسير قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، قال القرطبي ثم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا ليلة الإسراء أنزل عليه أو أنزل الله عليه وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول القرطبي يعني أمة محمد عليه السلام. يقول القرطبي يقول أليف قلنا يعني أمة محمد عليه السلام يعلمه الله أن الذي أعطيت أو أن الذي أعطيت يعلمه الله أن الذي أعطيت أن الذي أعطيت موسى في قومه أعطيتك في أمتك. باء أيضا كلام القرطبي. باء وقيل هم الذين آمنوا بنبينا محمد عليه السلام من أهل الكتاب. وجيم وقيل هم قوم بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل نسخه ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء. رابعا تفسير ابن كثير. يقول ابن كثير وقد جاء في الآثار أن المراد في الآية هذه الأمة المحمدية، أي آية وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول ابن كثير قال قتادة بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان، وفي الصحيحين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لاحظ هنا معاوية يتوقع بأن الحكم سيدوم لبني أمية فلذلك جعلها هرقلية أو هرقلية فلذلك جعلها هرقلية هرقلية كسروية وربطها بالظهور بالسلطة بالقوة بالحكم بالتسلط، وهذا ما ورد في الصحيحين. أقول هذا أولا. ثانيا قال تعالى حتى لا أنسى قبل قليل ذكرنا الرواية عن معاوية قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، طبعا مباشرة نحن لم نتحدث عن هذا وليس الرد بهذه الخصوصية، ترى احنا ما نعتقد ما نحتمل من مقام لا يحتاج إلى السب ولا إلى اللعن وكل إنسان يطرح وجهة النظر التي يقول بها. لاحظ لا الأمر يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. أين الظهور؟ هل بقي معاوية عائلة معاوية؟ هل بقي من أبي سفيان أحد؟ هل بقي من المروانيين أحد؟ طرحوا المارقة. لاحظ كيف يحاولون أن يلملموا الأمور ويجعلوا لأنفسهم البعد والأساس والأصل الشرعي والتشريعي. لاحظ لكن الله سبحانه وتعالى بمرور الزمن أبطل هذه الأطروحات. نقول على سبيل الأطروحة والكلام المحتمل لو ظهر المهدي سلام الله على المهدي في زمن الدولة الأموية لثبتت هذه الأحاديث ولتمسكوا بهذه الأحاديث كما تمسكوا بها في وقتها، لكن بمرور الزمن انتهت الدولة الأموية الآن صارت هذه الأحاديث باطلة صارت هذه الأحاديث موضوعة. أين الظهور؟ وهم طرحوا 12 إماما بل طرحوا أكثر من 12 إماما وكل المحاولات تبين أنها باطلة لأنه لم يبقى أحد منهم على الظهور على السلطة على الحكم على ما هو عليه إلى يوم القيامة إلى اليوم الموعود إلى تحقق شراءة وعلامات الساعة. لا يوجد استمرار لا يوجد دوام
إذن هذه الأطروحة، هذا الحديث باطل أو ليس بباطل؟ هذا الحديث باطل، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا. هذا الذي نكرر بأننا نريد أن نؤسس له، الإمامة والخلافة الإلهية الحقة الواقعية لا تحتاج، التفت جيدا، لا تحتاج في ثبوتها، في حقيقتها، في واقعيتها، لا تحتاج إلى السلطة والحكم. إن حصلت السلطة وحصلت السلطة وحصل الحكم فبها وخير، وتحققت وتحقق الوعد الإلهي. أما إذا لم تتحقق فهذا لا يدل على سقوط الإمامة من الإمام الذي جعله الله سبحانه وتعالى. الآن هل تحقق للبعض أو لم يتحقق للبعض؟ على أطروحات مثلا من يقول تحققت للخليفة الأول والثاني والثالث والرابع، وتحققت لعمر بن عبد العزيز، وتتحقق لفلان وفلان وفلان، هكذا إلى يوم الدين. لاحظ، هذه النظرية من النظريات ممن اعتقد وصدق بهذا، بأنها لا تتحقق إلا مع العادل، ويعتقد بهؤلاء وبعدالة هؤلاء، ولا يعتقد بعدالة حكام بني أمية بمجموعهم بكلهم بكليتهم، لا من آل أبي سفيان ولا من آل مروان، إلا عمر بن عبد العزيز، سلام الله على عمر بن عبد العزيز. الحسن والحسين، سلام الله على الحسن والحسين، إمامان، إن قاما أو قعدا، إن قاما وإن قعدا، إن حصل على السلطة والحكم أو لم يحصل، إن التحق معهم الناس أو لم يلتحقوا، كما هي سيرة الأنبياء سلام الله عليهم. كل إمام هو كل كما سيرة الأنبياء سلام الله عليهم. الأنبياء، النبي إمام إن حصل على الحكم والسلطة أو لم يحصل وانتهى الأمر. الآن نأتي، يوجد وعد إلهي بأئمة هؤلاء، بتمكين هؤلاء؟ قلنا لا يوجد أطروحة تحقق هذا الوعد والتمكين، التمكين الخارجي والظهور الخارجي والسلطة الخارجية، إلا بالرجعة وانتهى الأمر. إذن كل نظرية علينا أن نثبت هذه النظرية، كل نظرية إلهية علينا أن نثبت هذه النظرية الإلهية، نثبت الكبرى، بعد هذا نتحدث في الصغرى. نقول والحمد لله قد انتهت دولة بني أمية، وانتهى أمة بني أمية، فلم يبقى للمارقة أي إمام. فلماذا يخرج المارقة الآن ضد الحكام، ضد الشعوب؟ لماذا يريدون تحقيق الدولة وتحقيق الإمامة من جديد؟ لقد انتهت الإمامة، فلينتظروا إلى يوم الدين وانتهى الأمر، أو عليهم أن يأتوا بأطروحة الإمام المهدي، فيقولون بالإمام الأموي الغائب، وهم يقاتلون تحت راية الإمام الأموي الغائب المسردب، أو الذي في نهر العسل أو بحر العسل، أو تحت الرمال، أو في النفق، أو خلف الصين، لا نعلم أين، الله العالم. كل شيء ممكن على الله سبحانه وتعالى، وكل شيء مقدور لله سبحانه وتعالى، لا ننكر هذا، لكن فقط نريد أن يحترم المقابل ما يطرحه الآخرون، وما يطرحه الشيعة وغير الشيعة من متصوفة من غير الصوفية، ويكون النقاش ضمن الإطار والطور النظري. إذن أقول في الرد على ما ذكرناه سابقا، وفي التعليق على ما ذكرناه سابقا مما ورد من كلام عن ابن كثير وعن الطبري وعن القرطبي وعن تفسير الجلالين، أقول أولا، قانون وعد وجعل إلهي في وجود أمة تهدي بالحق وبه تعدل في كل زمان إلى يوم القيامة، مرورا بعصر الظهور وتحقق شروط وعلامات الساعة، ومنها المهدي وعيسى المسيح عليهما السلام. ثانيا، فيها ألف وباء وجيم ودال وهاء وتنتهي. إذن ثانيا قال تعالى، ثانيا ألف، قال تعالى ومن قوم موسى أمتي يهدون بالحق وبه يعدلون، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، باء. وقال سبحانه وتعالى، إذن في ثانية عندي خطوات أليف وباء، باء. وقال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، كما في سورة النحل. إذن أليف قلنا الخطوة الأولى، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق. والخطوة الثانية، وقال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، خطوة جيم، كان إبراهيم عليه السلام أمة، فكيف صار أمة، وما هي خصال هذه الأمة؟
وقد أجاب القرآن عن ذلك في عدة موارد، وفي المقام في سورة النحل أيضا ورد ما يشير لذلك. كيف نفسر الأمة في إبراهيم؟ قال تعالى قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة. قال ابن كثير عن مجاهد أي وآتيناه في الدنيا لسان صدق. إذن لا يوجد ملك، لا يوجد سلطة، لا يوجد إمارة، لا يوجد حاكم، لا يوجد سلطان في إبراهيم سلام الله عليه، لكن ماذا أعطيه؟ لاحظ، كان قانتا حنيفا لم يكن من المشركين، كان شاكرا لأنعمه اشتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتاه في الدنيا حسنة. والحسنة يقول ابن كثير أي آتاه في الدنيا لسان صدق، كانت عنده الحجة، عنده البيان، عنده الوحي. إذن هذا هو إبراهيم، هذه هي الأمة. إذن من قوم موسى أمة، وممن خلقنا أمة، وإبراهيم كان أمة. إذن لا تسقط الإمامة مع عدم وجود الحكم والسلطة. دال الأمر الإلهي، الخطوة دال الأمر الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، الأمر الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. إذن ما هو الأمر الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين؟ أمره الأمر الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين هو باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الخطوة اتضح لنا أن ملة إبراهيم وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليهما وآلهما وسلم في الإيمان بالله وتوحيده، إذن ملة إبراهيم وملة محمد سلام الله عليهما وآلهما هي ما هي هذه الملة؟ الإيمان، في الإيمان بالله وتوحيده والهداية والاهتداء إلى الصراط المستقيم والدعوة إلى سبيل الله بلسان صدق وحكمة وموعظة حسنة ومجادلة بالتي هي أحسن، وليس بالتكفير والإرهاب والعنف والذبح والتفخيخ والتفجير. وماذا جنيتم من أسلوبكم الوحشي الإرهابي العنيف؟ فقد بدأتم بشرذمة بمجموعة قليلة، بجماعة قليلة من المغرر بهم، تمرسوا على القتال وابتكار أساليب التعذيب والقتل والإرهاب، وتمكنتم من التسلط على المساحات الشاسعة من البلدان والأعداد الكبيرة من الناس حتى صدقتم أن الأمور ستبقى لكم، فرفعتم شعار باقية وتتمدد حتى خاب سعيكم، فانفرطت دولتكم وسلطتكم، فصار واقع دولتكم وشعارها زائلة وتتشرذم، وبدأتم بشرذمة وأعداد قليلة وملكتم البلدان والعباد، لكنكم عجزتم عن كسب الناس وتجنيدهم معكم فبقيتم على قلتكم، بدأتم بقلة وبقيتم بقلة بالرغم من أنكم أخذتم السلطة والحكم، لكن مع هذا نفر الناس منكم، لم يلتحق بكم الناس. أقول وبدأتم بشرذمة وأعداد قليلة وملكتم البلدان والعباد، لكنكم عجزتم عن كسب الناس وتجنيدهم معكم فبقيتم على قلتكم وصرتم تستجدون المغرر بهم من باقي البلدان، وبدأتم ولا زلتم تختبئون بين الناس. لاحظ، هذه أيضا تسجل كما قلنا سابقا، تسجل لأهل العراق، تسجل لمحافظاتنا العزيزة في الغربية، في الرمادي، في الموصل، في صلاح الدين، في ديالة، في باقي المحافظات العراقية.
التي يقال عليها أنها سنية، نعم نفتخر بها على السنة أنهم من شيعة علي سلام الله عليهم، هؤلاء من جند علي سلام الله عليه. لقد أفلس المارقة، أفلس الدواعش من العراق ومن العراقيين، لم يجدوا من يتفاعل معهم، كما أفلس أئمتهم سابقا في عصر الأمويين في عصر المروانيين. هذه المناطق هي احتضنت أهل البيت، احتضنت شيعة أهل البيت، هؤلاء هم شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. اختار الناس أن يكونوا في مظلومية التهجير والغربة والذلة والفقر والبرد والحر والمرض وأقصى المعاناة، اختاروا هذا على أن يلتحق بكم. إذن إلى أي مستوى وإلى أي درجة من الوحشية وسوء الخلق أنتم فيه بحيث لم تؤثروا على ممن تعتقدون أنه على مذهب يخالف مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وكم تحقدون وتدفعون نحو الطائفية ومع هذا لم يتحق بكم الناس. أسأل الله تعالى أن يفرج على وعن أهلنا المهجرين، وندعو كل من له سلطة وله كلمة مؤثرة ومن له كلمة ممكن أن تؤثر أن يدعو الجميع ويضغط على الجميع من أجل إرجاع هؤلاء المساكين إلى ديارهم إلى بيوتهم إلى محافظاتهم، ويطوي صفحة التهجير المأساوي القاتل الذي وقع فيه أهلنا وأعزاؤنا وأحبابنا من محافظات العراق. أقول وبدأتم بشذ مواعدات قليلة وملكتم البلدان والعباد، لكنكم عجزتم عن كسب الناس وتجنيدهم معكم، فبقيتم على قلتكم وصرتم تستجدون المغرر بهم من باقي البلدان، وبدأتم ولا زلتم تختبئون بين الناس. التفت جيدا، هذا الذي ذكرناه سابقا، قلنا كانوا في الصحراء فكان الأولى أن يقضى عليهم في الصحراء. ماذا حصل؟ هذه القلة، هذه الشرذمة اختبأت بين الناس ولا زالت تختبئ بين الناس، جعلت بين الناس عبارة عن دروع بشرية. أقول وبدأتم ولا زلتم تختبئون بين الناس وتحتمون بهم وجعلتموهم دواعا بشرية، فبئس ما تفعلون. لقد دمرتم البلاد والعباد وسممتم الأفكار، فكرهتم المسلمين ونفرتموهم من الدين والإسلام، فأفسدتم أخلاق الكثير، وإنا لله وإنا إليه راجعون.